من المهددة لقمة عيشهم بالضياع وضرب أحد برامج عمل. اليوم جئنا بالعشرات كي نوصل رسالة لوكالة الغوث الدولية، حيث أننا نمر في ظروف صعبة وإنسانية صعبة في ظل جائحة كورونا، ليكفوا عن تقليص خدماتهم. نقول لهم كفى، عليكم أن تشعروا وتحافظوا على الرسالة التي حملتوها لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء تواجدهم، وستستمر هذه الفعاليات حتى تتوقف تقليص الخدمات عن شعبنا الفلسطيني. هذه الرسالة موصلة إلى وكالة الغوث الدولية، كفى تقليص خدماتكم، ونحن نمر في أسوأ الظروف حيث جائحة كورونا، حيث أننا نمر في ظروف إنسانية صعبة جدا، لا يمكن أن نتوقف إلا أن تتراجع عن قراراتها في تقليص خدماتها.